نبيل مدن رئيس لجنة التدبير بدار الأطفال. أولا أشكر جريدة أسفي الآن على هذا التتبع ديالها المواكبة ديالها على الأنشطة ديال الجمعية. كما أغتنم الفرصة لأشكر جميع الأعضاء ديال الجمعية والمستخدمين وجميع الشركاء التي كذلك التي دعموا العمل الاجتماعي داخل المدينة. في الحقيقة لجنة التدبير تتعرفوا لجنة التدبير الآن مع الظاهر اللي تكون الآن تتكون من ممثلين ممثل عن جماعة وممثل عن وزارة الصحة وكذلك مكونين من أعضاء ديال الجمعية وكذلك ممثلين عن المستخدمين وممثل عن كذلك عن النزلاء. وهذه لجنة التدبير اللي تتعمل يعني يوميا على كذلك على تتبع الأطفال في المأكل ديالهم في المبيت ديالهم في التعلم ديالهم. يعني التصور الآن اللي عند لجنة التدبير على أساس أنه كانت العادة يعني جرت العادة بأنه تنشوفوا غير المأكل والتعليم ديالهم وجانب الرياضي. قلنا الآن إن شاء الله على أنه برنامج متكامل على أنه برنامج تربوي يكون برنامج متكامل وثقافي خاصة لا نهتم بالجانب الثقافي. لهذا العام إن شاء الله حرصنا مع جميع الأعضاء على تتبع ديال الأطفال وإدماجهم في إطار برامج ثقافية ومع شركاء جمعيات في المسرح في الفن في الغناء وكذلك الدعم المدرسي. وهذا اللي غيخلي باش تكوين على انه اللي يهمنا الان هو التكوين ديال الشخصيه ديال الانسان. يعني هذاك الطفل يتكون كمواطن باش يتفتح على المحيط ديالو. دونك هذه هي اللي تنعملوا لها بزاف لانه هذا هو المشكل ديالنا. الازمه ديالنا الان هو ازمه ديال تكوين الانسان يعني تنشئه ديال الطفل في اطار المحيط ديالو تعيش فيه. يعني تكتفي فقط غير في التعلم. حنا كنا غالبا حنا كاعضاء يهمنا غير المستويات ديالهم التعليم والان تنحرصوا كذلك على تكوين الشخصيه ديالهم والتنشئه ديالهم وهذا تيطلب واحد المجهود كبير في اطار هذا العمل والتتبع به. بدوري اشكر السيد العام الممثل صاحب الجلاله على التصور ديالو الجديد للعمل الاجتماعي داخل المدينه والاقليم. بصراحه في هذا الاطار تعتبر هذه البنايه يعني قيمه مضافه داخل المدينه خاصه في العمل الاجتماعي لانها تحتفظ على كرامه المسن وجوده الحياه. اذا في هذا الاطار يعني سنعمل كذلك على تهيئ مشروع مهم يعني مشروع كبير مندمج في دار الأطفال خاصة تعرفوا بأن دار الأطفال تحتوي على واحد مساحة كبيرة أرض شاسعة ولكن سنعمل بالتصور ديال الجمعية ومجموعة ديال الشركاء اللي غيدخلوا كذلك معنا على أساس إدماج هذه المنطقة في إطارها التنموي للمنطقة. يعني مشروع كبير ومشروع متكامل يعني كاين خاصة في البنية التحتية. هذا أولا في البنية التحتية وخاصة تنعرفوا هذيك المنطقة ديال الشنكيت بأنه دار الأطفال من البنايات القديمة اللي كانت تما. لهذا سنحاول مع إدماج دار الأطفال في المحيط ديالها بمشاريع تنموية اللي غتديرها مداخل مهمة ومصالح اجتماعية ورياضية وبنيات مهمة. علاش؟ لأنه اللي تهمنا كذلك كما قلت ليس بالتعلم ديال الطفل كذلك بجودة الحياة داخل المؤسسة. جودة الحياة ديال المؤسسة لأنه خاص الطفل يتنشأ في هذيك المؤسسة. إذا خاصنا نضمنوا ليه جميع الظروف اللائقة باش يعيش بها. فهمتي؟ يعني القديمش كنا في القديم تنهتموا غير بالتغذية بالأكل والتعليم والنوم. فهمتي؟ دوكا فكرنا علاش الإخوان والتفكير هذا التفكير ديال جميع الإخوان على أساس إدماج الطفل في المحيط ديالو.
لهذا سنعمل إن شاء الله في مشروع متكامل مندمج مع المنطقة في إطار البنية التحتية. سنخصص يعني مرحلة ديال الملاعب الرياضية وهذا. كاين كذلك مسائل ديال الترفيه الانيماسيون، مسائل الانيماسيون عادة غنشوفوا بنيات كذلك ديال 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 النوم وديال التغذية. إذن سنحاول إن شاء الله مع مجهود جميع الإخوان باش تغيير الصورة النمطية اللي كنا تنسموها حنا الخيرية، فهمتي؟ حتى أنه الاسم ديال الخيرية ما بقاش اسم الخيرية، اسم دار الأطفال. إذن خاص هذاك الطفل يعيش في محيط واحد الجو ملائم وواحد الجو. إذن هذا ماشي مشروع، هذا على مستوى يعني مشروع كبير، ولكن إن شاء الله مع الجهود ديال جميع الشركاء ديالنا. وبهذه المناسبة تنشكر جميع الإخوان يعني سميتو الشركاء ديالنا، خاصة السيد العامل الاندياش في إطار الاندياش، في كذلك التعاون الوطني كوزارة وصية تنشكروها وتنطلبوا منها الدعم الكبير، لأنه في هذا الإطار في العمل الاجتماعي، وكذلك الجماعات المحلية والمنتخبين. شكرا. باش توصلوا بجديد صافي ناو، ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.